إليك عني يا رجل، ألهذا تطلق زوجتك وتهدم دارك؟ وتظن الذي حدثتني به أمرا مستساغا؟ هب زوجتك أخطأت، مال قلبها إلى رجل آخر، عليك أن تجد السبب وتعيد قلبها إليك، لا أن تقطع ما بينكما من مودة ورحمة دفعة واحدة. لو كنت أعلم أنني أقصر بحقها لانطويت على نفسي وكتمت غيظي يا أبا وهب. وهل تستطيع أن تحدد تقصيرك بحق زوجتك؟ من يحدده إذن؟ زوجتك، إن لها رأيها وموقفها. اتهمتها فسكتت. سكتت سكوت الضحية التي وضعت كفك على فمها وطلبت منها أن تدافع عن نفسها. والله والله ما كنت أود أن يحدث هذا يا أبا وهب. أبغض الحلال عند الله الطلاق يا رجل. أعرف أعرف هذا أعرف. تعرف هذا وتعمل عكسه. حينها لم أستطع أن أكتم غيظي. أعترف يا أبا وهب، أعترف أن بثينة أحبتني على الرغم من فقري وتحملتني حولا كاملا، وهي تعيش على الكفاف، ولكن هذا ليس مسوغا أن تطعنني في الظهر يا أبا وهب. عدنا للبداية، بثينة لم تطعنك في الظهر. كل ما في القضية أن هناك أمرا التبس علينا جميعا. بل التبس عليكم دوني، أقسم أنني رأيته في دارها. بل تراه في دور الكوفة كلها، تاجر جوال يبيع الحلية والعطور. أكاد أقسم أنك تعرف الحقيقة وتخبئها عني يا أبا وهب. الحقيقة أنك تسرعت يا جابر، تسرعت، وحري بك أن تعيد زوجتك إلى دارك، فهناك طفل ينتظركما معا. ليس قبل أن أعرف الحقيقة يا أبا وهب. أشعر بانقباض في صدري وكأن شيئا يخنقني، كلما حاولت التقدم نحوها برزت أمور تدفعني إلى الوراء وتحول ما بقي من حبي لها إلى ما يشبه الكره الدفين. قل لي يا أبا وهب، كيف أرتاح وأنا أسمع أن دريدا في دارها كل يوم؟ ها أنت قد حرت جوابا. اسمع يا أبا وهب، ما من أحد يفتح الباب على مصراعيه إلا وأن يكون هناك أمر بينه وبين أهل الدار. انطلق انطلق يا جابر إلى زوجك، فإنها تحبك. تحبني؟ هي أوحت لك بذلك؟ كأني بك غير متحمسة لما سيحدث. إنني خائفة مما أنا قادمة عليه. أتخافين مما سنه الله ورسوله؟ لا تنسي أنني منذ أشهر كنت في كنف رجل. رجل تخطيناه وانتهى الأمر. لم ينتهي الأمر بهذه السهولة، لي من ذلك الرجل طفل. لن يقف رضيعك حجر عثرة في وجه سعادتك. لا أدري إن كنت سأقدم على سعادة تنتظرني أم تعاسة تؤدي إلى المجهول. أي مجهول تقصدين؟ المجهول الذي لاقته زوجة أخي في الأنبار. هذا حدث تتعرض له كل امرأة عند المخاض. المرأة عند الولادة تكون بين الحياة والموت. الولادة كانت نهاية المطاف، إنما أنا أتحدث عما تلاقيه قبل الولادة. أتشكين بأن أخاك كان يظلم امرأته؟ لا أشك، بل إنني على يقين أن نميرا كان يمارس أبشع أنواع الظلم مع زوجته، وأظن أن موتها كان راحة لها وسعادة. هذا ما كان ينقصني، أن أسمع من أهل الدار ما يسيء إلى الدار. إنها الحقيقة التي تجاهلناها حولا كاملا، الحقيقة المرة التي لا نجرؤ على البوح بها أمام الآخرين. نعم، كان أخي سببا في وفاة زوجته. من أخبرك بذلك؟ عيناي وأذني وقلبي الذي ينبض داخل صدري. من هذا المنطلق أخاف الزواج من رجل أجهله ويجهلوني. ولا تنسي، أحبني جابر فأحببته. أحبك بلسانه فأحببته بقلبك. لا أشك بأنه أحبني بقلبه، إنما حدث شيء غيره وأبعده عني. وما قصة القلادة إلا ذر الرماد في العيون. اسمعي يا بثينة، إن أشد ما أمقته هو رؤية مطلقتين، فكيف إذا كانت هذه المطلقة ابنتي وفي داري؟ تفضل، لا تنسى أن تعيد القدرة إلي. حسناً، السلام عليكم. وعليك السلام. مرات
كم أصبح كيسك؟ 10 دراهم ودانقين. عندما يصبح 20 يجب أن تتزوج. بل أنتظرك. لن يطول انتظارك. هل وجدت فتاة أحلامك؟ وجدتها، وقريبا ستغدو امرأة تعيش معي في دار واحدة. عظيم. أهي من الكوفة؟ نعم. بارك الله زواجكما وأثراكما بالبنين. امسك، خذ. ما هذا؟ هذا ثمن قصعتي الحليب والإداب. فاضت تجارتك يا وائل. تبيع القصعة بدرهم والقدرة بدرهم. دعها في كيسك، فما تعودت أن أخذ ثمنا لطعام أقدمه لضيفي. إنما أعطيك إياهما مكافأة مني إليك. على ما تكافئني؟ تكافئني على سكوتي أم تذكرني بدين العام المنصرم؟ أنا ما طلبتك بالدين، إنما أنت الذي بدأت تهددني، وأنا الذي أفضى إليك بسري. اطمئن يا صديقي، فلن أخون عهدا قطعته على نفسي. إذن خذ هذه واعتبرها هبة لزفاف مرتقب. إذا كان الأمر كذلك فهاتها، ولكن بداخلي سؤال. ما بك يا وائل؟ منذ أن دخلت دارك وأنت تمطرني بوابل من الأسئلة. يحق لي أن أعرف حقيقة ضيف ينزل في داري ويشاركني طعامي. وما الذي تريد أن تعرفه وقد أفضيت إليك بكل شيء؟ أود أن أسألك، ألم ينضب كيسك بعد؟ وكيف له أن ينضب وفي تجارة جديدة ربح وفير؟ والله لا أرى لتجارتك ربحا، لم تبع منها بقدر ما أعطيتني، فما زالت البضاعة في سلتيك كما هي. إن تجارتي الجديدة تحتاج إلى مهارة عالية، وأنا كما تعرف لا أتقن إلا تجارة النوق التي أعرفها منذ زمن. وشتان ما بين تجارة النوق وتجارة عطور النساء وزينتهن. ثم إني ما زلت طريا في هذه التجارة التي يلزمها مزيد من المراس. ما بك تطيل التحديق بي؟ حتى أتبين الصدق من الكذب. أتراني أكذب عليك يا وائل؟ كذبت علي مرتين، ومن يكذب مرتين يسهل عليه الكذب مرات. إخوة يوسف عليه السلام كذبوا على أبيهم مرة، لكنهم صدقوا في المرة الثانية. ولأنهم كذبوا عليه في المرة الأولى كانوا على يقين أن والدهم لن يصدقهم في المرة الثانية. اسمع يا جهيم، بل يا موسى، بل يا دريد، أراني أشك في تجارة تقوم بها. ماذا تعني؟ أعني أنك تختبئ وراء تجارة العطور لترمي إلى هدف آخر. بثينة، يا بثينة، ها أنا ذا. أنا أعمل طيلة النهار وأنت ترتاحين داخل الدار؟ هذا شأنك، أنت التي أردت ذلك. أردت ذلك لأضمن لك سعادتك وأوفر لك مستقبلا زاهيا. الرجل سيأتي اليوم طالبا يدك، فماذا تقولين؟ أريد جوابك الآن. ألا تنتظرين بعد انتهاء الحداد؟ أي حداد هذا؟ وقد مضى 40 والدك منذ زمن. آليت على نفسي ونذرت لله بأن أتم الحداد 80 يوما. ترى كان والدك برأسين وأربعة أرجل؟ قلت لك نذرت. أنا أفي بنذرك. كيف؟ تعودين إلى الحداد بعد الزواج حتى إتمام المدة التي ارتأيتها. أنت لست أهلا للإفتاء. أنت تحاولين التهرب بتلك الحجة الواهية. بل أحاول تأجيل الموضوع ريثما أتحقق من أمرين، أمر رجل تركني وأمر رجل يسعى إلي. عجبا، كيف يكون الاختيار
صعبا بين مدبر ومقبل. التجربة الثانية أشد إيلاما من الأولى. ولما تضعين الفجر نصب عينيك؟ لأن كثيرا من الرجال يبدنون ما لا يظهرون. إن كان دريد يكرهك فما الذي يدفعه للزواج بك؟ لا أدري، إنما حدس في داخلي يقول إنه يكرهني. وما الذي يجبره على الزواج بك؟ هذا هو الذي يحيرني يا أمه، ولا أجد له حلا. اسمعي يا بثينة، الرجال عامة لا يحبون المطلقات من النساء لأنانية عندهم، وإذا كنت من هؤلاء النسوة ذوات الحظ العاثر فقد جاءك من يعيد الحظ إليك. أخبريني، أي طمع ذلك الذي يدفعه إليك وهو تاجر يملك الكثير في بلده ويحمل الكثير في كيسه؟ أيطمع بك لأجل قلادة ثمنها 20 دينارا؟ ثم أنا على يقين أنه لا يعرف أن بحوزتك قلادة من الذهب. ها أخبريني، هل سينتهي الحداد؟ أين جابر؟ ذهب، لكنه سيعود. لقد حشر نفسه في عنق زجاجة فلم يستطع الدخول ولا الخروج. بل يستطيع الخروج منها إن هو صمم على إزاحة بشاوتين، الأولى عن عينيه والثانية عن بصيرته. قل لي يا أبا وهب، هل وجدت شيئا عند وائل بن سالم النهرواني؟ لا تفسد علي أمري. أنا أفسد عليك أمرك وأنا من أشهدتك إليه؟ عند ذلك الرجل سر لم أستطع انتزاعه بعد. محيرني أمر ذلك النزيل الذي يقيم في داري. تقصد دريد البغدادي؟ عند جهينة الخبر يقين. أيكون دريد هذا سبب المشكلة بين جابر وزوجته؟ بل سبب طلاقها. ما الذي يبغيه من ذلك؟ لا أدري. ما بك تحدق إلي هكذا؟ يدهشني أن أسمع منك عجزك عن حل مشكلة كهذه. أتراني عجزت عن حلها يا إبراهيم؟ كيف لا؟ وزوجة جابر ما زالت خارج دارها. ستكون في دارها هذا المساء إذا استطاع جابر أن يزيل الغشاوتين عن بصره وصيرته بإذن الله تعالى. تفضل. سلمت يداك. فماذا قلت؟ لا أدري. أفهم من كلامك أنك لا تريدينني في هذا الدار بعد الآن. ما قصدت ذلك، إنما أنا بحاجة لبعض الوقت لأفكر في مصيري. وكيف لي أن أنتظر قرارا لا أعرف ما هي نهايته؟ ألا يسرك أن يكون الانتظار لصالحك؟ بل يسرني أمر آخر. ما هو؟ أن يكون الانتظار في يوم وليلة. اتفقنا يا خالة. أمي، لا ينفع أن تزغردي في دار لم ينتهي حداده بعد. انتهى منذ هذه اللحظة. إنني على يقين من أن روح والدك سوف تسعد بما أنت قادمة عليه. لا أحد يشعر بالقلق الذي ينتابني والحيرة القاتلة التي تجتاحني. إنه واقع النساء في مواقف كهذه، لقد مررت بهذا من قبل. عندما جاء عمرو ليخطب ودي كنت سأطير من الفرح، لكنني تمالكت نفسي وخرجت مع الغنم غير مكترثة لوجودي في الدار مع أبي. لكن في حقيقة الأمر كانت النار تشتعل في صدري ولا شيء يطفئها إلا العودة إلى الدار. وعدت بالقطيع كما لو أن أحدا ذهب لقضاء حاجة ولما قضاها عاد إلى مكانه. لم توفقي في هذا المثل يا خالة. هذا كعك صنعته بنفسي، ما رأيك؟ هذا كعك لذيذ.
وقد ساعدتني بثينة في صنعه، إنها تجيد صنع الكعك. أبقى أنا هنا وهي في الداخل؟ لحظات وستخرج كما تخرج الظبية من خبائها من شدة الظمأ. الصياد الحذق هو الذي يجيد اقتناص الطريدة بكافة السبل. هل لك بحاجة لعصا؟ سئمت منها. أكنت تحمل واحدة في بغداد؟ أحيانا. تتأملها وكأنها تعني لك أشياء كثيرة. بالفعل هي تعني لي الكثير. لديك غنم؟ لا. إذن تتوكأ عليها. بل لي فيها مآرب أخرى. وما هي مآربك؟ أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. أشياء كثيرة في صدر ذلك الرجل، أسرار غامضة لا زلت أجهلها. ما لهؤلاء الناس يخفون ولا يظهرون؟ أتراه يخفي ما يخفيه دريدن الفهري؟ لا أظن ذلك، إنه صاحب إبراهيم مواصل كوفي، وصاحب إبراهيم لا يكون إلا تقياً ورعاً مثله. أبا وهب، ألا تسمعني بعضاً من دعاء كنت تدعوه البارحة في المسجد؟ ألا تنظر إلى الشجر والنبات وتسمع ثغاء الشاة وزقزقة العصافير؟ بلى والله، إن حفيف أوراق الشجر دعاء، وثغاء الشاة دعاء، وزقزقة الطير صلاة. والله لكني لا أعرف صلاته وتسبيحه، ولقد سمعتك البارحة في المسجد، سمعتك بدعاء أدخل الطمأنينة إلى قلبي والخشوع إلى جوارحي. إذن ارفع يديك وادع معي هذا الدعاء. اللهم يا رب العالمين، يا رب تسبح لك الطير صافات ويقبض، يا رب فاجعل في تسبيحها خيرا لنا وعونا لنا على فهم سر خلقك. يا رب. اللهم يا رب العالمين، يا رب بحق الشجر وما أرسلت، يا رب وبحق الرسل وما بعثت، يا رب وبحق الحجر وما أنطقت، يا رب وبحق الماء وما أمطرت، يا رب أن تجعل لنا في أمرنا رشدا، يا رب وفي قولنا صدقا، يا رب وفي أعمالنا طاعة لك، يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنت على يقين من هذا منذ البداية. أرجوك يا أمي لا تزيدي إشعال الهشيم المحترق. إلى متى أغلق فمي وأنا أحترق من النار؟ لم يعد هناك نار يا أمي، انتهى كل شيء في لحظة واحدة. وماذا ستفعلين؟ أتزوج رجلا يحبني ويطوق الإسعاد. هل أفهم أنك ستردين بدريد؟ كفاك تجاهلا يا أمي، وهل من رجل غيره؟ والحداد؟ انتهى الحداد دفعة واحدة. هذا يثلج صدري. ما كنت أتوقع منك يا جابر ذلك الغدر. يتزوج سرا عنك ويدعي الإخلاص والوفاء؟ كم كنت غبية حمقاء في أن أنخدع عامين متواليين. لا أدري إن كان ذلك صحيحا. أتشكين بالكلام الذي حدثنا به دريد؟ ربما. وما الفائدة التي يجنيها؟ أنا. أنت؟ نعم أنا، لأنه بهذا يبعدني عن جابر ويقربني إليه. لو كان يعرف جابر لكان الأمر كذلك. أيعقل أن يترافقا كل هذه المسافة الطويلة ولا يتحدثان عن الدار ومن يسكنها؟ لكن معشر التجار لا يتحدثون إلا عن أرباحهم وما يزيدها. لا أدري ما أقوله،
أشعر ناراً تتأجج في صدري. قسماً بالله لو وجدت جابراً أمامي الآن لقتلته. كنت حتى صباح هذا اليوم حائرة مترددة بين أن أعود إليه أو لا أعود، ولكن الآن فقد سبق السيف العذل. كم كنت أقول لك إن القلادة لم تكن هي السبب في طلاقه لك، بل هناك أسباب أخرى تدفعه إلى ذلك. الذي يحيرني هو ذلك الطلاق. ما الذي يدفعه إلى ذلك وقد أباح الله له أن يتزوج أكثر من امرأة؟ من دفع رجلاً يا ابنتي أن يتزوج أخرى إلا كرهاً بزوجته الأولى؟ كم كان ودوداً معي ومحباً لي، لم أشك لحظة واحدة بأنه يكرهني. معظم الرجال يا ابنتي يستطيعون خداع النساء بسهولة ويسر، إنهم يتقنون فن الخداع كما نتقن نحن فن الطبخ. اسمع يا أبا وهب. ما بك يا وائل؟ يقلقني أمر أخفيه. ما دمت تخفيه فلا حاجة لأن تظهره. لكنه يؤلمني ويؤنب ضميري. إن كنت ترى حاجة لأن تفضي به فتكلم. قل لي يا أبو وهب، هل لك أن تفشي سرا أخذت على نفسك عدم الإعلان عنه؟ يجوز إن كان الأمر يضر بالعوام، كأن تسر عن أحد ينوي إحراق دار أو قتل بريء أو اغتصاب حق. والله أعرف أمرا إن جرى سوف يقتل أبرياء ويهدم دورا. تعرف هذا وتكتم؟ دعني أحدثك بما أعرفه فقد يخفف همي وقلقي. حدثني يا أخي. بثينة، يا بثينة. ها أنا ذا قادمة. من؟ جابر؟ أجل، جابر يا بثينة. ما الذي دفعك إلي؟ ما الذي دفعني إليك؟ أظنك سمعت ما قلت. دفعني ود كان بيننا منذ عامين. أي ود تعني؟ ذلك الود الذي جعلنا زوجين على سنة الله ورسوله. اسمع يا جابر، مات هذا الود منذ زمن وأنت لم يعد لك في هذا الدار أي أثر. أيتها الغادرة، أنت الذي بدأت بالغدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. دريد، أهلا بك في دارك، تفضل. ومن يكون دريد هذا حتى تستقبل؟ رجل لا يخون الود. أنا الذي خنت الود أيتها الفاجرة؟ ما كنت فاجرة يوما يا جابر. كيف لا تكونين وأنت؟ لن ينفع الكلام بعد، انتهى كل شيء بالنسبة إلي. وأنا كذلك. اسمعي يا بثينة، لست نادما على ما أقدمت عليه حيث طلقتك. إذا ما الذي دفعك إلي الآن؟ لا شيء. لا شيء، وأنا أيضا بدوري لم يكن عندي شيء أفضيه إليك. أما أنت فقد نلت الآن أمام عيني ما كنت تناله خفية عني. جابر، لقد تخطيت الحدود، أتتهمني بعفافي؟ لم يكن الوصال جسدا يا بثينة، فقد يكون قلبا وروحا وكلاهما مر علي. ما الذي يعنيه هذا الرجل؟ أيتهمني بوصالك؟ إن بعض الرجال يا بثينة يصابون بخيبة عندما يقعون بمصيبة لم يكونوا يتوقعونها. قل لي يا دريد، أهذا الرجل نفسه الذي أطعمك كعكا صنعته زوجته؟ وهل لي أن أنسى صورة الرجل الذي أغدقت عليه زوجته كعكا بمقدار المحبة الموجودة بينهما؟ ما بك يا وائل؟ ألا تنام؟ اسمع يا موسى، ألم أقل لك إني دريد في الكوفة؟ منذ الآن فصاعدا لن أناديك إلا بحقيقتك. ما الذي جرى يا وائل؟
لا أريد لبيت أن يهدم، ولا لامرأة أن تعذب، ولا لطفل أن يتم. رويدك يا رجل، واحدة واحدة، بل الجميع سوية. منذ الآن فصاعدا لن أسكت عما تخفيه في داخلك. لا أخفي إلا كل خير، ولا أروم إلا الصلاح. أي خير وصلاح هذا؟ تخدع امرأة لا حول لها ولا قوة. المرأة التي تظن أني سأخدعها سأتزوجها غدا على سنة الله ورسوله. تتزوجها وتضعها في بيتك وتحبس عليها كي تموت هما وكمدا؟ كان ذلك سابقا، صدقني. كيف أصدقك وقد أسررت لي منذ يومين عن حقيقة نواياك؟ ألم تقل لي إنك ستتزوج بثينة ليس حبا بها وإنما انتقاما لشقيقتك؟ لا أنكر هذا، لكن ما حدث ليس في الحسبان. وماذا حدث؟ حدث أني أحببت هذه المرأة ولم يعد قلبي يميل لامرأة سواها. وكيف أصدق حقيقة خفاياك؟ لا أعرف، لكني أحبها فعلا. ومن الممكن أن يعود إليك حقدك وثأرك بأي لحظة. لا أدري إن كنت سأبقى رهين غرائزي وقلبي متقدا حقدا تارة وحبا تارة. يجب أن تعرف بثينة ما يدور حولها. ماذا قلت؟ قلت يجب أن تعرف المرأة ما يدور حولها. ومن سيخبرها؟ أنا. أنت؟ والقسم الذي أقسمته بأن تصون سري. أفعل هذا إذا وجدتك في خير من أمرك. اسمع يا وائل، لا تهددني ورقبتك في يدي. إذا علمت أنك أفشيت شيئا مما أسرته إليك استرجعت المال الذي أدنتك إياه. انتبه، عهدك الذي كتبته ووضعت ختمك عليه عندي، فإذا خذلتني خذلتك وسلمته للقاضي، وفي ذلك خسارة لغنمك وبعض دارك الذي أنشأتها منها. هذا الغنم الذي أقرضتك أنا ثمنه. وهذا ما حصل تماما في ذلك اليوم. هذا شهيد. إنني بغاية السرور لوجودكم معي. غاب صاحب الدار وأنتم مكانه. الدار عميرة بأهلها يا أم نمير. أين العروس؟ العروس في الداخل تجهز نفسها لبعلها. ما لي أراكم لا تأكلون؟ أصروا أن لا يأكلوا إلا بعد القران. وما يمنع عقد القران؟ العروس في الداخل والعريس هنا والشاهدان موجودان. نسأل العروس أولا بمن تريد أن تتزوج. توليت ذلك يا أبا وهب. وما كان ردها؟ وافقت على الزواج من دريد. إذن على بركة الله. إذن دعونا نعقد القران أولا ثم نأكل فرحين بهذه المناسبة. إذن أستدعيها إليكم. ترفقي يا ذؤابة، هناك أمر يجب أن نحسمه الآن. ما هو هذا الأمر يا أبو وهب؟ إلى من سيؤول أمر رضيعها؟ سيرافقها طبعا، وأنا الذي سأقوم على رعايته. لكننا سننزل تحت حكم الشرع، الطفل لأبيه بعد زواج أمه. وأين أبوه من هذا؟ نسأله رأيه. بل نسأل بثينة رأيها. ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. ماذا تقولين يا بثينة فيما سمعتي؟ لن أتخلى عن طفلي أبدا. ولكنك تعرضين زواجك للفشل. ما همني إن نجح أو فشل، كل ما يهمني أن يبقى طفلي معي. إذن لن يكون هناك زواج وأنت على هذه الحال. لا تتسرعوا يا قوم، دعونا نسأل جابر في الأمر، فهو والد الطفل ولعله لم يعد يريده، من يدري. اقتراح سديد، هلموا بنا إلى جابر. هيا هلموا بنا. هيا. ماذا أفعل بك؟ ماذا أفعل بك؟ أخبرني يا أبا وهب، كيف اهتديت إلى هذا الحل؟
كنت أنتظر هذه اللحظة، وكنت قد اتفقت مع جابر على ألا يتخلى عن طفله مهما كانت الأسباب. ماذا لو وافقت بثينة أن تترك طفلها؟ كنت سأشك في الشاهدين العدلين. وإن حضر الشاهدان العدلان؟ كنت سأبتكر حلا وليد المكان والزمان، لا تخف. بعد أن أبعدت دريدا عن بثينة، آن لنا أن نتناول عشاءنا عوضا عن العشاء الذي وضع لنا في دار ذؤابة. لم ينتهي الأمر. وماذا بعد يا أبا وهب؟ علينا أن نعيد الزوجة إلى زوجها. ما عاد يلتئم جرح عشش فيه الدغل والدمل. يجب أن نجد حلا قبل أن يصاب دريد بالإحباط ويغادر الكوفة. آتنا عشاءنا، إن لنا عملا سوف ننهي. يا الله. ألم تنتهي من موقدك المشؤوم بعد؟ وما الذي أثار غيظك؟ أنت؟ أنا؟ أجل أنت، أقسم إن لسانك تحرك في غير مكانه وتحدثت بما لا يجب أن تتحدث به. أتتهمني بالخيانة وأنا الذي أعطيتك ميثاقا؟ لم تعد تنفع المواثيق. البارحة بثينة وعدتني بالزواج واليوم أخلفت. إنما أخلفت حبا بذاك الذي أعطته دمها. أتراه سيموت جوعا في كنف والده؟ ما الذي أتى بهذا الرجل على حين غفلة؟ ما الذي أتى بأبي وهب إلى بيت ذؤابة؟ ثم من الذي أخبره بأن اسمي هو موسى؟ لا أحد غيرك يعرف. لابد أنك تكلمت في مكان ما فتلقف هو منك الخبر. إنك تهذي. لم أصل إلى الهذيان بعد. اسمع يا وائل، إما أن ترد لي يديني الآن أو أضعك في السجن أو أخذ منك غنمك ودارك. ويحك، ألا تمهلني يومين اثنين فقط؟ يومان فقط. حسنا. لن أستطيع المكوث هنا أكثر من يومين. ما زالت أمامي محاولة أخيرة. تبا لك يا دريد، تبا لك. نسجت خيوط الشرك كلها ونسيت أمر ذلك الطفل. كان علي أن أزرع الشك في نفس جابر بشأن هذا الطفل، فأحقق ما أسعى إليه. اسمعوا، لقد بلغنا أن القلادة المسروقة لمولاي الخليفة هي في حوزة شخص من أبناء الكوفة، لهذا سوف أتحرى عن أمر هذه القلادة في كل ناحية وفي كل بيت، حتى ولو اضطرني الأمر إلى قلب الكوفة عاليها سافلها. فإن كان بكم توق إلى أمان وميل لعيش رغد فلتسلموا تلك القلادة، وأعذكم أن أعود بها دون قصاص أو عقاب. باستطاعة الواحد منكم أن يسلم القلادة سرا أو جهارا. سيد القائد، هذه المرأة كانت زوجتي فيما سبق، وهي تقتني قلادة تشبه بأوصافها قلادة مولاي المسروقة. أتتهمني بالسرقة أيضا يا جابر؟ والله لن أنسى لك تلك المواقف المخزية. إنها هي قلادة مولاي الخليفة. أستطيع أن أقول إنك أنت من سرقت جواهر مولاي الخليفة. سيد القائد، إن هذه القلادة التي بين يديك هي من هذا الرجل، أهداها لزوجتي خفية عني تدعيما لوصال كان بينهما سرا وخيانة لم أدري بها. أتتهمني بخيانتك يا رجل؟ اللهم انتقم، اللهم انتقم من ذلك الرجل الذي يحط بعفافي ويسيء إلى شرفي. أقسم أن هذه القلادة التي بين يديك هي هدية من والدي. هدية والدك؟ أجل، أعطاني إياها قبل أيام من وفاته. ويحك أيها الرجل، ألم تقل أنك أعطيتها لزوجتي؟ أتقول عني زورا وبهتانا؟
ألم تخبرني أثناء عودتنا من السفر أنك أهديت زوجتي تلك القلادة؟ سيدي، أعترف أنني قلت هذا زورا وبهتانا. أنا لا أملك هذه القلادة. إذا لماذا ادعيت أنك أهديتها لزوجتي جابر؟ لغاية في نفسي يعقوب، لكنها لم تصل إلى نهايتها المرجوة. بإمكانك أن تسأل هذا الرجل. تكلم يا وائل. نعم يا سيدي، هذا الرجل كذب فيما ادعاه بشأن القلادة. سيدي، هذه القلادة التي بين يديك قد رآها دريد بيد والد بثينة، فحفظ أوصافها، وما أن التقى بجابر حتى حدثه عنها وادعى قصة حبه لزوجته، وما كان من جابر إلا أن طلق زوجته دون أن يتحرى الحقيقة. ما الذي دفعك إلى فعل هذا؟ ما بك يا رجل؟ تكلم. سيدي، عند هذا الرجل الحكاية من ألفها إلى يائها. أصحيح ما يقوله هذا الرجل؟ سأحكي لك يا سيدي الحكاية من بدايتها إلى نهايتها. أسرعي قليلا يا بثينة، أسرعي. سيجهز العشاء يا أبا وهب. لا لا يا جابر، اعذرني، أظن أن إبراهيم ينتظرني. إبراهيم؟ لم أرى إبراهيم في تلك المعمعة كلها. كان قد ذهب في رحلة صيد، آل على نفسه أن يطعمني لحم ضباء، وفقه الله في مسعاه. وفقه الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الذنب ذنبك، تطلقني من أجل قلادة أحملها دون أن تسألني من أين أتيت بها؟ أعترف أن ذلك كان خطأ مني، ولكنك أنت أيضا أخطأت يا بثينة. متى؟ عندما صدقت بأنني متزوج من امرأة أخرى تقيم في بغداد. قل لي يا جابر، ألست فعلا متزوجا بامرأة أخرى؟ ويحك يا بثينة، أما زلت تظنين بأن امرأة أخرى تشاركك حبي وقلبي؟ مجرد شك يخامرني. أما زلت تصدقين ذلك الكاذب المحتال؟ ولما لا أصدقه؟ الرجال يتوقون لمثل هذا ويسرون. صدقيني القول يا بثينة، هل كنت حقا ستتزوجين ذلك الرجل؟ نعم. إذن أنت تكونين لي حبا تذره الرياح. بالطبع، تذره أثناء العاصفة. لا تستهن بمشاعر المرأة عندما تخدش بكبريائها وتجرح بكرامتها، إنها في كيدها تندفع في طريق تجهل نهايته. لكنني على يقين من أنها حينما تصل إلى النهاية سوف تكشف الحقيقة فتندم، وحينها لا ينفع الندم. استيقظ مهند، هو الذي أنقذنا. بل الذي أنقذنا يا بثينة رجل يدعى أبو وهب، أنا متأكد من ذلك. جزاك الله كل خير يا أبا وهب. لو أمكن لي أن أعرف من الذي دبر لي هذه المكيدة. ويحك يا رجل، ألا زلت أسير انتقامك وحقدك؟ لقد بانت الحقيقة وانتهى الأمر. لكني أنا الوحيد الذي وقع ضحية لهذه الحقيقة. ضحية هذه الحقيقة إذا عاد جابر إلى بثينة؟ وحبي أنا والقلب الذي أملكه. أعطه لمن تستحقه، لقد جئت إلى المكان الخطأ وبالأسلوب الخطأ. وما بك تحدق بي هكذا؟ أحاول أن أقرأ ملامح إنسان ماتت أخته ظلما، فجاء ليثأر من إنسانة ليس لها في هذا الظلم لا ناقة ولا جمل. لكنها شقيقة نمير، كنت أحبذ أن تدمع عيناه ألما عليها كما دمعت عيناي ألما على موت شقيقتي. يا إلهي، أيهون عليك أن تكيد وتظلم امرأة تتخذها زوجة في بيتك؟
عندما يفقد الإنسان أعصابه يصبح العقل أحاسيس تتحكم بها غرائز وانفعالات، ويصبح أسيرا للشيطان يفعل أي شيء. ولكنه عندما يستيقظ من انفعالاته يعود إلى رشده ويترك الشيطان خارجا. نعم، في هذه اللحظة شعرت أنا بالحب تجاه بثينة. وبقي الشيطان في داخلك لأنك اعتمدت في هذا الوصال على الخداع والكذب. لا أريد لجرح أحاول تناسيه، أن ينكأ من جديد. خذ هذا ما لك في ذمتي، أو تحسبني سارقا؟ ومن أين لك هذا؟ الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا دينك الذي تهددني به في كل مرة. لا أريده، خذ كيسك. لا أحسبك بهذا العطاء. سأفعلها هذه المرة تكفيرا عما بدر مني. وهذا الرقاع الذي يثبت ديني أصبح طعاما للنار. ما زلت غير مصدق ما أراه. ألا يكون من توبة؟ إن الآن فصاعدا لك نصف هذه الدار بما فيها من حجر وضرع. لك رزقك يا وائل، أما أنا فقد حزمت حوائجي وسأترك الكوفة إلى الأنبار. السلام عليك. وعليك السلام.